أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العلي العظيم. صرر ما هو معنى هذه المادة؟ الصرح معناها في كلمة واحدة الشدة، هناك حشرة صغيرة اسمها جد جد، هذه الحشرة اسمها في الفصحى صرار الليل. لماذا تسمى بهذه التسمية؟ لأن صوتها شديد في الليل. هذه الحشرة المشهورة لها صوت شديد ولذا تسمى بصرار الليل. صرار يعني صوت شديد، الشدة عموماً. حتى هذه المادة بهذا المعنى استعملت في القرآن الكريم أيضا. القرآن الكريم يتحدث عن الكفار، يقول مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. كمثل ريح فيها صر، صر يعني ماذا؟ يعني برودة شديدة، البرودة التي تقضي على الحرث. الصر يعني الشدة. الكلمات الأخرى بمناسبة ارتباطها بهذا المعنى تكون لها معاني مختلفة. نحن نريد أن نتوقف عند كلمة، هذه الكلمة التي لها مجال طويل وسيع في حياة كل إنسان، كلمة الإصرار.
الإصرار شيء موجود في حياة أي إنسان. أساساً هذا الشيء المركوز في نفس الإنسان الذي له أسباب في خلقة الإنسان، في فطرة الإنسان الطبيعية التي خلقها الله سبحانه وتعالى في الإنسان، هذا الشيء الإصرار كصفة وكعمل، صفة حسنة وعمل حسن أم صفة سيئة وعمل سيء؟ الإصرار شيء حسن أساساً أم شيء سيء؟ الحسن والقبح بالنسبة إلى هذا العمل وهذه الصفة يختلفان باختلاف موقع الإصرار. الإنسان يصر على ماذا؟ موقع الإصرار يحدد حسن هذا الإصرار أو قبحه. الإصرار أحيانا يكون حسنا أحيانا يكون سيئا، فالظرف الإصرار يختلف. طبعا هناك موارد ثانية، جوانب ثانية، كيفية الإصرار، هذا حديث آخر. موقع الإصرار يحدد حسن الإصرار أو قبحه. هناك إصرار، طبعا أنواع للإصرار، نحن نريد أن نتوقف عند هذه. هناك نوعان من الإصرار حسنان، ونوعان من الإصرار سيئان. الإصرار الحسن الأول هو الإصرار في الدين القويم، هذا الدين الرائع، هذا الدين الذي لا نظير له. لماذا لا يكون الإنسان مصرا عليه؟ دين أسسه الأساسية لنا أدلة عقلية واضحة رصينة قوية جدا، عقلية محضة لإثبات أسس هذا الدين. هذا الدين يعدل منه إلى غيره؟ الدين الذي نثبت أسسه بأقوى الأدلة العقلية، دين رسوله خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يوجد دين مثل هذا الدين عندهم؟ رسول مثل هذا الرسول؟ لا تتحدث عن نظرة المسلمين إلى رسول الله ونظرة المؤمنين إلى رسول الله، انظروا رسول الله صلى الله عليه وآله كيف عرفه الآخرون، كيف عرفه أعداؤه، كيف عرفه من يريد ذمه، من يكتب الكتب ضده. هؤلاء الذين يتكلمون ضد رسول الله، كاتب كتاب ضد النبي صلى الله عليه وآله، انظروا كيف يصف رسول الله. لا يتمكن إلا أن يصف رسول الله صلى الله عليه وآله بعبقرية لا نظير لها في تاريخ البشر. أعداؤه الذين كتبوا كتبا ضده في نفس الكتب، لعل بعضكم قرأتم بعض هذه الكتب، أنا قرأت بعض هذه الكتب سابقا، قرأت بعضها قبل أيام، قرأت كتابا جديدا طبع، طبعا ترجم جديدا، الكتاب لعله قبل سنوات 7-8 سنوات تقريبا الكتاب كتب، قبل فترة قصيرة ترجم هذا الكتاب، أنا قرأت الكتاب على خلفية الأعمال الوحشية التي قام بها بعض المسلمين في قضية الرسوم وهذه القضايا، أعمال وحشية ارتكبها بعض المسلمين من مظاهرات وحشية غير طبيعية، تجاوز على الآخرين، على حقوق الناس المظلومين بسبب أن شخصا ظالما صنع شيئا. على خلفية هذه الأعمال هذا الكتاب كتب، أساسا الكتاب ضد رسول الله صلى الله عليه وآله. هو يحاول المؤلف بشتى الطرق، وواضح أنه إنسان
منحاز غير منصف، لا يجد شيئا قليلا من الإنصاف، يحاول أن يكتب ضد رسول الله صلى الله عليه وآله ويلقي كل الإرهاب في ذمة رسول الله صلى الله عليه وآله في نفس هذا الكتاب الذي هو كتاب أساسا ضد رسول الله بصراحة، عنوانه اسم النبي مع الإرهاب، لا أريد أن أذكر عنوانه، يعني كتاب صريح ضد رسول الله. انظروا في هذا الكتاب، لا بد له أن يعترف بأن هذه الشخصية ما جاء مثلها في التاريخ لا قبلها ولا بعدها. هذا الإنسان شيء لا بد منه أن يعترفوا بأن عبقرية النبي صلى الله عليه وآله عبقرية لا نظير لها، لا في الرسل، لا في الأنبياء، لا في الأوصياء، لا في العظماء. هذا غير المنصف. أما المنصف منهم من البعيدين عن الإسلام الذين لا يدينون بدين رسول الله صلى الله عليه وآله، بالإضافة إلى عبقريته يعترفون له بأخلاقه التي لا نظير لها. بعضهم يحاول أن يجعل النبي صلى الله عليه وآله ثاني عيسى بن مريم، يقول أقوى شخصية في الأخلاق في التاريخ عيسى بن مريم، الثاني هو رسول الله. يعني حتى لو أرادوا أن ينتقصوا من مقام النبي صلى الله عليه وآله لا بد أن يعترفوا له بشيء استثنائي. هذا الذي يعفو عن قاتل عمه وهو مقتدر، هذا الذي يعفو عن من آذاه، من سبه، من ضربه، من شتمه. اذهبوا فأنتم الطلقاء، هؤلاء كثير منهم كانوا قد ظلموا رسول الله صلى الله عليه وآله مباشرة. ناهيك عن من ظلم أصحاب النبي، من ظلم أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، بهذه الطريقة يعفو عنهم مرة واحدة، هذا أخلاق لا نظير له. حتى لو لم يكن يعترف برسالته يعترف بأنه شخصية استثنائية لا نظير لها في تاريخ البشر. رسولنا هكذا رسول، نعدل منه إلى أي؟ نعدل من دينه إلى أي دين؟ يوجد دين آخر عنده رسول مثل رسولنا؟ لماذا لا يكون الإنسان مصرا على دينه، على هكذا دين؟ ثم إمامنا من هو؟ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، هذه الشخصية لها نظير في التاريخ؟ أصحاب الأديان الأخرى عندهم إمام مثل إمامنا؟ من مثل علي صلوات الله وسلامه عليه؟ لا تسأل المؤمنين، اسأل الآخرين من هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. اسأل النصارى، اسأل البوذ، اسأل أعداء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ذاك نصراني وبقي نصرانيا ومات نصرانيا قبل تقريبا 40 سنة، توفي ذاك الشاعر، يقول يا سماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي إنني ذكرت عليا. نصراني لا يدين بدين أمير المؤمنين، يضطر أن يعترف. يتمكن أحد أن ينكر عظمة نهج البلاغة، كلمات أمير المؤمنين؟ يوجد كتاب لمخلوق من المخلوقات قبل أمير المؤمنين وبعد أمير المؤمنين، يوجد كتاب مثل نهج البلاغة؟ يا أخي ائتوا لي بكتاب مثل نهج البلاغة في كل كتب العالم لكل المخلوقات، يوجد كتاب؟ اقرأوا، انصفوا. يوجد مثل حكم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في كل تاريخ البشر قبل أمير المؤمنين؟ بعض الأنبياء حكم، وبعد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه توجد حريات في أي حكومة من الحكومات في العالم، الحكومات العادلة حتى حكومة الأنبياء، توجد حريات مثل حريات منحها رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليهما وعليهما الصلاة والسلام؟ توجد حكومة هكذا حكومة؟ صبره، عفوه، صبره يوجد له نظير في التاريخ؟ شخص مقتدر في يوم الدار، يوم الهجوم على دار أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، أمير المؤمنين صبر، كيف صبر أصلا؟
إنسان ضعيف يصبر، إنسان جبان يصبر، ممكن لجبنه لضعفه. إنسان قوي بهذه الدرجة من الشجاعة وقد أثبت بأنه قادر وأنه شجاع، أثبت قبل يوم الهجوم على الدار وأثبت بعد يوم الهجوم على الدار. في بدر، أحد، حنين، خيبر، خندق، هذا قبل. بعده ليلة الهرير، أية ليلة؟ حرب صفين، أي حرب؟ الجمل، النهروان، كان يخوض بوحده وكل أطرافه أعداء مدججون بالسلاح، كل منهم يريد أن يقتله، بوحده يدخل بين مئات لا آلاف من المقاتلين، هو بوحده أثبت أنه متمكن مقتدر. في يوم الدار، يوم الهجوم على الدار، نفس هذا الشخص صبر، وصبر على تلك المصيبة الكبيرة. كيف تمكن أن يصبر؟ عندكم في تاريخ البشر صبور مثل هذا الصبور؟ عبقريته، عظمته، ذاك عدوه يخاطب صاحبه معاوية، عمرو بن العاص يخاطب معاوية، ماذا يقول له؟ يقول: نصرناك من جهلنا يا ابن هند على النبأ الأعظم الأفضل. عمرو بن العاص يقول على النبأ الأعظم الأفضل، أعظم، أفضل، عدوه هذا صديقه عمرو بن العاص. ثم بعد ذلك يقول: فإن كان بينكما نسبة، بينك أنت معاوية وبين أمير المؤمنين، لو كانت هناك نسبة، وإن فإن كان بينكما نسبة فأين الحسام من المنجل، وأين الحصى من نجوم السماء، وأين معاوية من علي؟ أعداؤه أقروا، مثل هذا الإمام جئلي لا بأس، لا أكون مصرا على هذا الدين. يوجد مثل هذا الإمام؟ إمامي الآخر سيد الشهداء، يوجد مثله؟ اسألوا البشر، لا تسألوا الشيعة، اسألوا البشر الذين قرأوا عن سيد الشهداء، الذين سمعوا عن سيد الشهداء، من هو الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ يوجد مثله؟ أعدل إلى من؟ أين أذهب؟ أترك هؤلاء؟ نعم، الإنسان يكون مصرا على هذا الدين، لا يوجد مثل هذا الدين كشخصيات، لا يوجد مثل شخصيات هذا الدين. بإنصاف قل لنصراني، قل لبوذي، قل لعابد وثن، قل له: عندك مثل هذه الشخصيات؟ اعرض لي. عندك مثل هذا الفكر؟ عندك مثل هذه العقيدة الرصينة؟ إثباتات عقلية بالمئات، بالمئات، إثباتات عقلية، أدلة عقلية يفهمها كل عاقل على وجه الأرض. الأدلة العقلية هي الأدلة التي تنتهي إلى اجتماع النقيضين، إما تقول هذا أو تقول باجتماع النقيضين، لا تتمكن أن تقول باجتماع النقيضين فتقول بهذا، هذه الأدلة العقلية. مئات من الأدلة العقلية لإثبات هذا الفكر، لإثبات هذا الدين، الإصرار على الدين. نعم، إصرار على الدين، إصرار صحيح، شيء صحيح، هذا أولا. الإصرار الثاني الصحيح هو الإصرار على الدعاء، الذي يعبر عنه في لسان الروايات الشريفة بالإلحاح في الدعاء. الإلحاح في الدعاء يعني ماذا؟ هناك مفهوم خاطئ عند بعض الناس في الإلحاح، يتصور أن الإلحاح معناه أنه أنا أقول: إلهي أنا هذا الحاجة أريدها، أريدها حتما حتما. لا، هذا خلاف التأدب، الإنسان يلزم أن لا يقول هكذا، يطلب حاجته من الله سبحانه وتعالى، أعطاه أو لم يعطه، الأمر لله عز وجل. الإلحاح معناه تكرار الدعاء مرة
مرتين، 10 مرات، 100 مرة، 1000 مرة أطلب حاجتي من الله عز وجل، ما أتعب من طلب الحاجة من الله عز وجل. هذا معنى الإلحاح. بعد كل صلاة أطلب، في الأوقات المفضلة أطلب، في الأوقات العادية أطلب، في السيارة أطلب، في المسجد أطلب، في الدوام أطلب. هذا معنى الإلحاح، عندما تكون لك حاجة ألح في الدعاء. هذا شيء عجيب. هناك حديث شريف، لعل نص هذا الحديث هكذا: إن الله عز وجل كره أو كره إلحاح الناس بعضهم على بعض في المسألة وأحب ذلك لنفسه. الله عز وجل جعل شيئا مبغوضا مكروها أن تلح في طلبك على الناس. مرة طلبت من الشخص شيئا ما أعطاك، مرة ثانية طلبت، مرة ثالثة، بس الإلحاح على الناس شيء مبغوض مكروه، جعل الله سبحانه وتعالى ذلك مكروها يعني مبغوضا، ولكنه جعل ذلك بالنسبة إلى الله عز وجل محبوبا. ألح في الدعاء، هذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى. يقول أدعو مرة، مرتين، 3 مرات، 10 مرات، 1000 مرة، ألح في الدعاء، شيء محبوب ألح في الدعاء. الأسرار مع الصابر كما ورد في الروايات الشريفة أيضا، رواية الإلحاح روايات كثيرة في بعض مصادر الحديث الشريف، أبواب مخصصة للروايات التي جاءت عن الإلحاح في الدعاء. الإلحاح شيء محبوب في الدعاء. في الرواية الشريفة أنه الإنسان يلح في الدعاء، قضيت حاجته أم لم تقضى. هو الدعاء له تأثير، هو الدعاء له آثار دنيوية وأخروية. لا علينا، الإلحاح في الدعاء، الإصرار في الدعاء شيء محبوب. إصراران حسنان، وأما الإصراران السيئان، أولا الإصرار على الذنوب، الإصرار على المعاصي العياذ بالله تعالى. الإنسان مرة ارتكب الذنب، مرتين يرتكب الذنب، 3 مرات، خلاص بس جربت هذا الذنب، بس مرة خالفت الله عز وجل، مرتين، 3 مرات، 5 مرات، بس. الإصرار على الصغائر هو من الكبائر، فكيف بالإصرار على الكبائر؟ تعلمون يعني ماذا؟ حسب تفسير من تفاسير إصرار وتفسير من تفاسير أنه كبيرة، أن الإنسان المصر على ذنب من الصغائر، هذا الشخص عندما يرتكب هذا الذنب يكتب عليه ذنبان، ذنب هو هذا الذنب، الذنب الثاني هو إصراره على هذا الذنب. الإصرار على الصغائر هو من الكبائر. في حديث شريف: 4 في الذنب أشد من الذنب. الاستحقار، الإنسان يستحقر الذنب، شيء عادي. والافتخار، يفتخر بالذنب. والاستبشار والإصرار، هذه أشد من الذنب. في حديث شريف لعله عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام، يقول: عجبت لمن علم شدة انتقام الله وهو مقيم على الإصرار. يعرف أن الله عز وجل شديد الانتقام، مع ذلك مصر على ذنب. لو كانت تجربة جربت الذنب بس، 10 مرات بس. لا، تأكيد البعض على الذنب من أشد الذنوب، من أعظم الذنوب، من أكبر الجرائم. هذه معاني واردة في الروايات الشريفة العياذ بالله تعالى. المفروض الإنسان يندم،
المرة الأولى ما ندم، المرة العاشرة يندم. كررت هذا الذنب إلى أين وصلت؟ ما استفدت من هذا الذنب؟ بس هذا الإصرار السيء الأول. الإصرار السيء الثاني، الإصرار على الأمور الدنيوية. إخواني، لعلي لا أكون مبالغا إذا قلت أنه أكثر من 50% من المشاكل العائلية بسبب الإصرار على أمور دنيوية. أنا أريد أن يكون هكذا، هي تقول أنا أريد أن يكون هكذا. ما القضية؟ قضية دينية؟ لا بأس، لا، قضية عادية تحدث مشاكل. لماذا أساسا، لماذا هذا الإصرار على قضية دنيوية؟ لأن هذا هو الصحيح. من أين علمت أن هذا هو الصحيح؟ كم مرة جربت في حياتك، كل إنسان غير معصوم، كم مرة جربت في حياتك كنت مصرا على شيء ثم تبين لك خطأك، خطأك؟ كم مرة جربت؟ 10 مرات، 100 مرة، 1000 مرة؟ كم كان هناك إصرار منا على قضايا؟ لا، هذا شيء مهم جدا، هذا شيء حياتي، هذا شيء الحياتي تبين لك بعد مستقبلا قريب، لا بعد سنوات، لا بعد أشهر، أحيانا أحيانا بعد أيام تبين لك أن هذا الشيء الذي كنت تعتبره شيئا حياتيا مهما هو ضار ضررا بالغا لحياتك. جربت أم لا في الإصرار على ماذا؟ بعد هذه الأخطاء لماذا نصر على قضايا دنيوية؟ كم من القضايا كنا نهرب منها تبين فوائدها الكثيرة لنا؟ كم مرة جربنا؟ إذا ينظر الإنسان بعين الواقع على حياته، آلاف المرات، لا أقول مئات المرات، جربنا أمورا كنا نهرب منها ما تمكننا، هذه الأمور وصلت إلينا تبين أنها نافعة، صلاح دنيانا وآخرتنا كان في هذا الشيء الذي كنا نهرب منه. مع ذلك إصرار، إصرار، حتما أريد أن يكون كذا، حتما أريد الوظيفة الفلانية، حتما أريد البيت الفلاني، حتما أريد السيارة الفلانية، حتما أريد أن يتحقق الشيء الفلاني في بيتي. توافه، إصرار خلاف تجربة الإنسان، خلاف الوضع العقلي للإنسان. أنا لا أقول لا تقل رأيك، أنا لا أقول لا تسعى لتحقيق رأيك، قل رأيك، اسعى لا بأس، لا تكون مصرا حتما يلزم أن يكون هكذا. خلاص، كن لينا مرنا. في حديث شريف، إن الله تبارك وتعالى يحب، لعله مضمون الحديث الشريف أو نصه، أن يكون العبد سهل البيع، سهل الشراء، سهل القضاء، سهل الاقتضاء. الله يحب العبد السهل، كن سهلا. هذه أمثلة، في بيعك كن سهلا، في شرائك كن سهلا، في قضائك كن سهلا، الإنسان يكون سهلا. أنا رأيي أن الشيء الفلاني غير صحيح، زوجتي رأيها أنه هذا الشيء صحيح، لا بس أقول لها وجهة نظري، أقول لها مرتين مرتين ثلاث مرات، خلاص اقتنعت، 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 خلاص، لا أحدث مشكلة، لا كن سهلا. الله عز وجل يحب العبد أن يكون سهل البيع، سهل الشراء، سهل القضاء، سهل الاقتضاء. إصراران صحيحان وإصراران خاطئان. إصراران صحيحان، الإصرار في الدين صحيح، هذا الدين الإصرار في كل نقطة منه دين، هذا ليس عمل بشر، هذا من الله عز وجل. ثانيا الإصرار في الدعاء، يعني الإلحاح. إصراران خاطئان وخطران، الإصرار في الذنب والعياذ بالله تعالى، الإصرار على الذنوب، والإصرار في الأمور الدنيوية.
إخواني أسألكم، أنا على يقين أنكم تعرفون أناسا بالضبط بعكس هذا الوضع، يعني إصرار على الدين ما عنده، عادي القضية توصل للدين عادية مو مشكلة كيف ما كان، إصرار في الدعاء ما عنده، في الدعاء إصرار ما عنده، مرة يدعو قليل الدعاء، بعض الناس قليل الدعاء، تعرفون هكذا شخصنا حتما، للأسف أقول كثير من الناس، لا أقول أكثر الناس، كثير من الناس هكذا، إصرار في الدين ما عنده، إصرار في الدعاء ما عنده، بالعكس إصرار على الذنوب حدث ولا حرج، لا إصرار على ذنب واحد، إصرار على ذنوب، إصرار على القضايا الدنيوية، يعني ينزل كل شيء، يصعد كل شيء لأجل تحقيق ما يريد، يصل إلى الطلاق 30 سنة 40 سنة 50 سنة هو يعيش مع زوجته لأجل قضية تافهة، لأجل إصرار في قضية دنيوية تافهة يطلق زوجته، يعني ينهي حياته من 30 سنة من 40 سنة، عشرة عيشة من 30 40 سنة 50 سنة، بالسبعينات يطلق، بالثمانينات بعضهم يطلق، على ماذا؟ على قضية دنيوية، على قضية دينية لا بأس، لا على تافهة دنيوية، أنا قلت هكذا هي قالت لا، يعني بالضبط بعض الناس بالعكس يمشون، لا إصرار على الدين، لا إصرار في الدعاء، إصرار على الذنوب، إصرار في القضايا الدنيوية، ولم يصروا من صفات المتقين، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وعلى عكس ذلك من صفات أصحاب الشمال، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يصر على الذنب العظيم، الصحيح هو هذا، إصراران صحيحان وإصراران باطلان. أسأل الله سبحانه وتعالى ببركات السيدة الطاهرة الزكية، ببركات الصديقة الصغرى زينب الكبرى سلام الله عليها، هذه السيدة الجليلة، هذه التي في أصعب الظروف عندما سئلت كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين قالت ما رأيت إلا جميلا، والله والله يستحق هذا الكلام أن يتوقف الإنسان عنده ساعات وساعات، ببركة هذه السيدة الجليلة بمقامها العظيم عند الله سبحانه وتعالى. اللهم وفقنا لمراضيك وجنبنا جميع معاصيك، اللهم بحق محمد وآل محمد لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا، اللهم بحق محمد وآل محمد عجل اللهم فرج مهدي آل محمد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أمين